أنا صليت المغرب والعشاء جمع تأخير. جمع يا مولانا؟ يعني الساعة كام؟ الساعة 5:15 أنا أنوي التأخير. الساعة 5:30 أنا صليت المغرب، لا أنا نويت التأخير. جيت الساعة 10 صليت المغرب، وجيت الساعة 2 صليت العشاء. يجوز ولا لازم يكون وراء بعض جمع التأخير؟ من يقول يجوز يرفع إيده. حاضر. من يقول لا يجوز يرفع إيده. إذن الباقي منافقين، لا يجوز ويجوز. طب الباقي منافقين. الساعة 10 أنا أصلي المغرب جمع تأخير، الساعة 2 أصلي العشاء جمعيها. يجوز 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 يجوز. أنا مش عاوز التأخير، أنا يجوز الفصل. أنا أصلي جمع التقديم، الله أكبر المغرب، أنا أنوي العشاء. أنوي إيه؟ الحمد لله خلاص. السلام عليكم من المغرب، السلام عليكم من المغرب، ثم أنتظر ربع ساعة، وبعد الربع ساعة أصلي العشاء قبل أذان العشاء، لكن في فصل ربع ساعة في جمع التقديم. هل يجوز التفرقة ولا لا يجوز؟ وجبت الموالاة، وجبت الإيه؟ فمن صلى المغرب جمع تقديم ثم يختم الصلاة ثم يصلي ركعتين السنة البعدية، نقول له أهلا وسهلا، مرحبا بك، ويلكم تو إيجيبت. بط، ولكن هذا الجمع ممتنع. بط بخفيفة، يو ها تي، والتصريف بط 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 على وزن كت 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 شط شط شط. لا أمزح، موجود في الصفحة قبل الأخيرة في كتاب إكسل إن إنجليش، يعني الأحسن في الإنجليزي. آمين. رجاء التركيز، رجاء التركيز. في جمع التقديم يشترط النية في تكبيرة الإحرام أو أثناء الصلاة، في جمع التأخير يشترط النية في أثناء الوقت الأول، في جمع التقديم لازم الموالاة، في جمع التأخير لا تشترط. ونكمل في حلقة قادمة، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.